بعد يومين من النقاشات الفكرية وتشخيص واقع الأمة الإسلامية، جاء اختتام الموسم 37 للسيرة النبوية والمنظم من قبل التجمع الثقافي الإسلامي وسط مشاركة واسعة من عديد البلدان الإسلامية. فضل محبة النبي صلى الله عليه وسلم واستخلاص الدروس والعبر من الهدي النبوي الشريف مفاهيم أراد الملتقى تسليط الضوء عليها، فجاءت الإشادة بذلك. كما تعلمون السيد الرئيس، فقد تمكنتم خلال هذه الدورة وخلال الدورة من المؤتمر أولا من تدارس مختلف المستجدات التي تهم الأمة الإسلامية، ومن أهمها السعي إلى معالجة مختلف الاختلالات ومظاهر الاحتراب والعنف التي تمر بأمتنا الإسلامية حاليا، سواء منها ما شكل احتلالا أجنبيا ومجازر متواصلة كما يحدث في دولة فلسطين من طرف الاحتلال الإسرائيلي، أو سواء ما كان نتاجا لاحتراب داخلي مرده في الغالب غياب التحكيم المناسب لما يعرف بآليات العمل الإسلامي وما تفرضه وتقتضيه من حوار وتشاور بناء بين مختلف فرقاء وشركاء الوطن الواحد. إن هذه المناسبة تتجاوز حدود الكلمات، إنها مناسبة الوجدان، إنها مناسبة نعود فيها جميعا ونسترجع ونستحضر ونستذكر عظمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال تعالى في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم، وعظيم من الله عظيم. والذي قال لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن فيكم رسول الله. فلنعلم أن فينا رسول الله، ولنعلم أن هذه الرسالة المحمدية خالدة، ولنعلم أن هذا الشهر خصه الله بما خصه به. فلا ندخل في نقاش من يناقشون الاحتفال بعيد المولد النبوي. الأكيد أن الاحتفال بعيد المولد النبوي على هذا النمط من استحضار معاني القرآن ومعاني السنة قربة إلى الله تبارك وتعالى، لا نشك في ذلك. البيان الختامي للمؤتمر ثمن دور فخامة رئيس الجمهورية في تعزيز جهود السلم ونبذ العنف وتوطيد دعائم الأمن والذب عن قضايا الأمة الإسلامية. وقد لاحظ المشاركون بألم ما يتسم به واقع الأمة من الوحن والاحتراب والفرقة، حيث تداءت عليها الأمم الظالمة لتفترسها كما يتجلى بصور شتى، أبشعها العدوان الوحشي على أهلها في غزة وما يمارس ضدهم من حرب وإبادة جماعية متكررة في العقود التي تلت النكبة، ومستمرة في أشنع حلقاتها على مدى نحو عام من المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 40,000 شهيد. وإذ توجه المشاركون لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الإفريقي بالشكر المستحق لرعايته لهذا المؤتمر، إذ يقدرون مكانته وحكمته ومكانة علماء بلاد الشنغيط وتأثيرهم المشهود، فإنهم يدعون إلى عقد مؤتمر للمرجعيات العلمية والروحية المؤثرة في المشهد السوداني على اختلاف مواقعه ومواقفه من أجل وضع خطة ناجئة لرأب الصدء وإصلاح ذات البين وإخماد نار الحرب في هذا البلد الشقيق. وقد أوصى المشاركون بضرورة أن يتحلى العلماء والدعاة والمشايخ بمسؤولياتهم الكاملة في الدفاع عن قضايا الأمة وبناء أسس فريدة لتعزيز وحدتها وتماسك شعوبها بما يخدم انتظام حالها وعزة دينها ونصرة نبينا صلى الله عليه وسلم.